لكم معايا فيديو وحده اخرى اليوم. دونك لا فيديو ديال اليوم الاول ديال لا فيديو بغيت نتقاسم معكم واحد لو باكي وصلني من واحد الموقع في الانترنت. دونك انا الصراحه عمري ما زعمت نتسخر منه، تسخرت منه مره واحده العام اللي فات، كان غير واحد انتيساكادو ديال مريم. دونك لا كاليتي ديالو كانت مزيونه ومزيون، المهم كيف ما التصويره وصلني الصراحه د الله، ولكن كتريكوات ولا سراول ولا منطوات ولا صبابط الصراحه د الله عمري ما زعمت، حيت ما كنعرف لي طاي حدا عيني، ما كنقدر نحدد التوكيف عامل، ما كنقدر نعرف لا كاليتي كيف عامله، ما كنقرا نقدر نعرف تريكو فعلا التيسو ديالو غليط ولا خفيف. المهم يعني عمري ما زعمت صراحة الله نكوموندي منه، ولكن هاد المرة زعمت. السيت راه كتعرفوا ديك السيت ديال شين اسمه معروف، و فوالا هاد الباكي هذا ها هو وصلني اليوم. صراحة هاد الباكي هذا كادو د مريم د عيد ميلاد غدا لو 16 اكتوبر بحول الله، عيد ميلاد ديال بنتي مريم. وهذا كادو وصلنا من عند عمتها، دونك العمة ديال مريم وصلنا من عندها هذا الكادو. صراحه هما كانوا اونصومبل وعزلوا مع بعضياتهم وعرفت اللي خصها وعرفت الذوق ديالها، ومن بعد كومونتات لها هاد المسائل هادو ووصلوا لنا اليوم واحد المده تقريبا نقول لكم 7 ايام 8 ايام سيمانه وصلوا لنا. الصراحه الله كاع ما تعطلوا، انا كنت عوله بان غادي يتعطلوا، ولكن سبحان الله وصلوها اليوم، اليوم الثلاث، وغدا الاربعاء العيد ميلاد ديالها. وكانت كتقولي دليل انا بغيتو يوصلنا مع العيد ميلاد، حيت حنا عارفين هاد لي سيت كيتعطلوا، دونك قاتي بغيتي يوصلنا من نهار عيد ميلاد ديالها وتفتحوا، ولكن هي هذيك راه وصلنا اليوم وغدا عيد ميلاد ديالها. دونك نورمالمون الصراحه هاد الله انا بغيتها هي اللي تفتحوا، حيت هو كادو ديالها جات ناقصه. انا بغيت نوري لكم ونتقاسم معكم لي زارتيكل اللي خديت مع لي زعما اللي خدات، ولكن ما عندي كيف نعمل، كاينه كاميليا غادي تروني الحفله، دونك غادي نفتحو انا من بعد غادي نردو كيف كان وغادي نعيط لها تفتحو لي ما فيها باس. دونك ها هو الباكي كيف عامل، صافي في الميكا حيت غير حوايج يعني ما كاين والو ما غيتهرس. انا عندي مقص هنايا من بعد غادي نغلفو لها، غادي نفتحو. هاد كذا دبرت على مقص، فوالا ها انتما تحت. دونك اول ما طار الانتباه ديالي هما الطريقه كيف صيفطوهم، كيف مغلفين كاع ما غير مطويين ومداخلين داخل، لا انا غنوريك. هما خمسة ديال لي زارتيكل كوموندات، هي الصراحة العمة ديالها كانت باغا تاخد لها بزاف ديال لي زارتيكل، ولكن خافنا كيف ما قلت لكم لا كاليتي، وخافنا ما نعرف نخسرو الفلوس ديالنا ونكومونديو المسائل بزاف حوايج بزاف، في الاخر يصدقو كاليتي عيانة ونضيعو. دونك قلنا غنعمل واحد اربعة خمسة ديال لي زارتيكل ملي وصلوا لنا ونعرفوا لا كاليتي ديالهم، نعرفوا فوق كي وصلوا، وسورتو سورتو لي طاي، حيت لي طاي ديالهم كيكونوا مبدلين، صعيب كيعطيوك لي طاي تعبر الكتاف، الطاوله ديال اليد، الطاوله ديال الدرعين، الطاوله ديالك، الطاوله ديال النص ديال الخصر ديالك، يعني فيها عراقيل. انا حاولت على ما فهمت نقلب على لي طاي اللي قدها، وكنتمنى يكونوا ما هما هادو. دونك غنبداو باول حاجه هو هذا، ها انتم الاسم ديال السيت، هادو البنات مخلصين تسخرناهم وخلصناهم، راه ما كنعملو لا دعايه لا بوبليسيتي لا كولابوراسيون، ما صيفطو لنا فابور ما والو. هادو لا عارفه مريم عز عليها هاد السيت هذا، ودائما عز عليها هاد السيت ديال الحوايج ديال الدراري الصغار، ولكن عمري ما زعمت، قلت انا نعمل لا بروفا بعدا ومن بعد يحن الله. دونك هذا انا عرفت واحد الكولون، واحد ليغينز مزيون، شوف البنات كيف مغلفين كيف معدلين غزالين. ها انتم
لا طاي هي هذيك بعد باين هانتوما عادي سامبل في الكري وفي هاد الكتابه من هنا هانتوما السيل ديالو انه في هاد الكتابه في الطاوله ديالو دونك انا كيبان لي هو هذاك هذه لا طاي دي زون 10 سنين كنظن هي هذه اوكاو كاع ما كانت هي هذيك راه عندهم لا بوسيبيليتي عندنا لا بوسيبيليتي ان نعاودو ندخلو المسائل في لومبالاج ديالها ونصيفطوهم لهم ويبدلوا لنا لي طاي دونك انا هذا كيبان لي هو هذاك مزيون الثوب ديالو غزال يعني بحال اللي كتباعو في الحوانت ماشي زعما مزيون كاع ما خفيف بزاف وكاع ما غليظ بزاف دونك هذا الارتيكل الاول اللي خلاتو مريم شراتو هي بوحدها انا ما كاع ما دخلت الارتيكل الثاني هو هذا واحد ليغينز واحد ياخر في الكحل هذاك كان في الكري وهذا في الكحل وفيه هاد كتابة هاد افتر سكول ها هو في هاد كتابة في واحد لابارتي كاع ما كان كاع ما زعما في دو بارتي في واحد لابارتي هذا نكذبوا على الله هذا الثوب ديالو مطلوق هانتوما وخفيف على هذا الثوب ديالو واقف ولكن هذا الثوب ديالو خفيف هانتوما الا كيبان لكم دونك هو سامبل كحل عادي وهالكتابه اللي مكتوبه فيه ما عرفت انا بصح انا كنقلب لكم دونك هذا الارتيكل الثاني غادي ندوزو للارتيكل الثالث هانتوما هو هاد البول هذا سبور ها هو مزيون لا كاليتي ديالو مزيونه كنتمنى يكون قادة حتى هذا لا طاي ديزون هي اللي عزلاتو عزز عليه هاد الستيل هادو اللي كيكونوا قصارين ما خفيف ما سخون صراحه الله الثوب ديالو بحال هذا دونك فوالا انا خديت له معاه هاد السروال كحال واخا عندها ليكينز كحلين ولكن خديت له معاه هذا هكذا تقدر تلبسو معاه يجي ها مزيون اصلا تلبسو مع ليكينز في البياض ولا في الكحل ولا في الكري ولا في هاد لي كولور اللي كاينين في هاد لو بول كامل تقدر تلبس معاهم هاد الالوان السراول دونك هذا التروازيام ارتيكل هانتوما واخر ارتيكل هو انصومبل فيه دو بيس انا قلت لكم خمسه دو بيس فوالا هادو ثلاثه اللي وريت لكم وهذا فيه دو بيس الوغ البياسه الاولانيه هي هاد فيلبينه هادي فيها لا ليتر ام لا ليتر ديال ديال الاسم ديالها فوالا فيها هاد الكتابه هادي في الكميمات هنايا وهنايا حتى هو الستيل ديالو قصير يا ما طويل وفيه القب هانتوما هذا فيه القبيب هذا ياخر لا ياخر كما فيه القب عادي هذا فيه القبيب وعزلاتو حيت فيه هاد لا ليتر ام هادي والسريول ديالو ها هو هانتوما السروال ديالو رطيط الثوب ديالو مزيان ليغينز ها هو في هاد الكتابه هذا خويكو مع بعضيتو يعني التريكو والسروال ديالو الثوب ديالو غزال 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 هانتوما صافي دونك ها الارتيكل الاول ها الارتيكل الثاني ها الثالث ها الرابع وها الخامس كاليتي ديالهم انا فتحتهم دابا معاكم حيت كاع ما كنت فاتحهم غزالين مزيونين كيحمقوا حدي باقي ما صبنتهم كاع ما نقدر نقول لكم كيتحببوا اولا لا كيف مصيفطينهم كل واحد في هذاك ديالو في البيكه ديالو
الاسم ديال لارتيكل بلا طاي ديالو بالمسائل ديالو كامله. اوكا وايده بياسه توصل لك ما نعرف مقطعه يكون فيها ديفو تكون صغيره عليك تكون كبيره عليك تبغي تبدلها كطويها كتردها في لارتيكل ديالها. وكاين النمره السيري ديال لارتيكل وكتردها تونكيلمون. دونك فوالا بالصحه وراحه مريم. انا غادي نردهم لا هكذا نعيطنا ونوريهم خليكم معايا. دونك ها انا رديتهم يعني عادي واخا تفتحهم من فوق يا عايده واخا يكون مفتوح غادي نوريهم لا وغادي تفتحهم وغادي تقيسهم غادي نوريكم كيف كيف عاملين في اللباس. وكل ارتيكل غنوريكم في فيديو كل لبسه لبساتها غنوريكم لا فوتو ريال ديالهم لا فوتو ريالي ديالهم كيف كتبان في السيت وملي لبساتها مريم كيف بانت عليها. دونك خليكم معايا وغنكملوا الفيديو مع بعضكم. دونك فوالا هاي مريم معانا كتسلم عليكم. سلام ميمي عرفتي شنو وصلت؟ هاد الباكو هذا عرفتي شنو فيه؟ شنو كان اسمها الحمام؟ حوايج الرجال ديال من؟ ديال تاتا. كي؟ من تاتا؟ من البوشة تاتا؟ وها هو وصل شفتي؟ ايوا انا فتحته بريما عملت لا فيديو عملت لا بارتي بريما بارتي ولكن ريغالو هو هنايا غتفتحو راسك صافي يلا هز بحدا لا كيف تفتحو فيها هادي لا ماليتا كون لا ام انا وريتها لهم شوفي انتينا كنتش عارفه اللي كان اللي عندها عندها القطمه زينه باتك تم بعد نقيسو صافي يلا عندها بنطلوني ديالي ما كنتش عارفه وما بنت ما نزلتي ما نزلتي بسم الله لا من عزلته ما كانش هذا كان عندها فوق وتحت دابا نوريهم هذاك بنطلوني ديالك زين غدا غادي نمشي بيهم صافي ان شاء الله لا جوك مامي يعني سيكوندا انا ما بحال هاد كيعجبوها هكذا يكونوا قصارين كاع ما طوال ها كمان هو هذا زينين بزاف عقلتي عليه دابا يا الصحة والراحة كاين شي حاجة أخرى وليكن خديتيهم لي أنت لا بحال هذا كيفاش كتعقل افتر سكول شوف بحال بحال ما كاينه هذه كاين بيون فيهم كثار ولكن هذا التيسوتو ديالو مزيون شفتي ولكن دابا ملي بانوا لك زوين لا كاليتي لا كواليتي ديالهم زوين غادي ناخذو يا عمري مازال باقي مغادي ناوي شوف كوستو بريتش دابا غادي نقيسوهم فين هي الاولى اللي باغا تقيس الاولى راه هادي مع السروال هذا لا هذا مع السروال ديالو ها هو السروال ديالو يلا غادي نقيسوهم ونوريهمكم خليكم معايا Oh,
ديال الفيديو عملتكم واحد تصويرات واحد المهم واحد تيديفيلي هكذا تعرفوهم كيف عاملني في اللبسه مزيرين واسعين كيف ما في لا فوتو ولا لا. وغنخليكم كل لبسه لا فوتو غير ديال اللي كاينه في لو سيت. دونك بغيت نقول لكم انا الصراحه عمري ما كنت كنزعم نتسخر من هذا لو سيت ولي ميزور اللي خديتهم ما هادوك ولا كاليتي ديال هادوك ديال الثوب مزيون زعما غي زعمو. بزاف الناس انا كنعرفهم كيبغيو يتسخروا منه ولكن كاع ما كيزعمو. دونك انا دابا ملي تسخرت اول مره وعرفت المده اللي غتوصلني فيها لا ليفيغيزون ديالي لا كاليتي ديال لي زارتيكل اللي زلت الموديل ديالو الى ليغينز كيف ما في لا فوتو مزيار سيغ تاي معوض هو هذاك اولا ملي غيوصلني واسع مفضفض ولا مهم انا تاكدت من هاد لا كوموند اللي دوز. دونك دابا غادي نقدر نكوموندي يعني مرتاحه لي زوت خارتي وبحول الله ملي غنعمل لا كوموند وغادي يوصلوا لي للدار يا ديالي يا بناتي ديال الدار ديال نيمبورت كيل ارتيكل غادي نعمل لكم فيديو وحده اخرى ونوريكم كل ما خديت وصافي في لا فوتو في الفيديو كل لا فوتو غنكتب لكم عليها لو بري ديالها حيت انا الصراحه نسيت يعني ما كاع ما بقيت عاقله غنكتب لكم عليها لو بري واول يعني بريمو اكويستو اول مره الى غتقداو من عندهم كيعطيوكم واحد كيف كيقولوا واحد لا غوميز واحد سكونطو واحد تخفيض ديال اول اكويستو اول زعما اول مره ملي كتسخروا من عندهم كيعطيكم واحد لو كود برومو بحول الله نهارها غادي تبغيو وتعاونوا وتقيدوا غادي يعطيكم داك لو كود تعملوه ملي تبغيو تخلصوا وصافي. غنخلي لكم حتى لو ليان ديال هاد لي زارتيكل في صندوق الوصف لتحت يعني ما نعرف وحده فيكم تبغي بالضبط ديك اللبسه ولا داك السروال ولا هذاك بلا ما تبقى تقلب غنخلي لكم لو ليان ديالو غادي تدخلوا تكليكيو عليه ديريكتومون وغادي يطلع لكم داك السروال ولا داك التريكو ولا داك لارتيكل اللي نتوما بغيتو. دونك هذا هو الاخر ديال الفيديو ونخليكم هنايا. كنت غندخلكم واحد الموضوع اخر باغي نهضر فيه في هاد لا فيديو قلت في الاول نوريكم لي زارتيكل ولا كوموند اللي وصلتني ولكن كنفضل نخلي ديك لا فيديو بوحدها حيت ما عندها علاقه بهذا الموضوع هذا داك موضوع واحد اخر بغيت نتعمق فيه وبغيت نهضر فيه بوحدو. دونك نتلاقاو على خير كاميليا سلمات عليكم كنتمنى تبقاو على خير ونتلاقاو فيديو واحد اخر بحول الله. باي باي.